ولكن في النهاية مؤكد أن نتيجة هذه الحرب هيكون تلاشي دول، اضمحلال كيانات معينة، وهن هيصيب بعض الأجزاء من العالم زي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، تعلفات جديدة زي ما سيادتك تفضلت، توسع أمريكي بشكل غير مسبوق في أماكن كثيرة من العالم. حضرتك دلوقتي في الفلبين، كان في طبعا قواعد في الفلبين زمان، ولكن في إجراءات جديدة بين أمريكا والفلبين، التحالف اللي موجود الآسيوي اللي موجود الآن، الصين وروسيا أيضا بدأت في يعني ارتقاء بمستوى العلاقات ما بين البلدين. فإذا أنت أمام تحركات حادة وسريعة، من المؤكد أنها ستنشئ نظام دولي جديد. لن نرى يعني إذا كان هيكون أحادي القطبية أو متعدد الأقطاب في المرحلة الحالية، احنا لسه في مرحلة اللي هي النمو والتطور لما يجري، لكن في النهاية النتائج غير معروفة. ليه بقى؟ لأن نتيجة الحرب دي أو الحرب دي بوجه خاص لها يعني شكل مختلف تماما عن كل الحروب. أي حرب فيها منتصر ومهزوم، هذه الحرب ما فيهاش ولا منتصر ولا مهزوم، دي فيها لا غالب ولا مغلوب، لا غالب ولا مغلوب. دي فيها استمرار لنزيف و اتريشن او يعني استنزاف لقوة كثيرة، واللي هيقول خلاص تعبت هو ده اللي هيعتبر نفسه ان هو مهزوم. لكن قد تكون هزيمة ولكن عندك تواجد في ارض مش ارضك. قد تكون انتصار ولكن برضو مش انتصار كامل، يعني لن يحدث انتصار كامل من يعني لن يكون هناك هزيمة أو انتصار بالزبط. الهزيمة دايما تكون ليست كاملة والنصر أيضا منقوص بالضبط. ده حضرتك أنت قلته كده بتعريف دقيق جدا وسياسي بارع يعني. فإذا أنت أمام حدث كبير جديد له تأثيرات كبيرة وأفرز استنتاجات كثيرة. طب خلينا ناخد المسألة يعني أبرز المحطات اللي ممكن حضرتك تشير إليها خلال العام الماضي كله حتى نصل إلى 24 فبراير 23. يعني شوف، هو أي قائد دولة بيقيم وضعه الاستراتيجي قبل ما ياخد القرار ووضعه الاستراتيجي بعد ما ياخد القرار، وده بينطبق على ثلاث أطراف: الولايات المتحدة، أوكرانيا نفسها، وروسيا. نبدأ بروسيا. بس حضرتك لما تقول الولايات المتحدة أغفلت هنا أوروبا. لا، أنا أوروبا في المرحلة ديت يعني نقدر نقول عليها أن هي كانت بعيدة عن المشهد سياسيا، ولكن تم جرها بإتقان للعمل يعني مع الغرب ككتلة واحدة. نشرح بقى المسألة دي. قبل 24 فبراير 2022 كان حلف الناتو على وشك التهاوى أو الوهن أو الضعف، وبدأت هذه العملية منذ موضوع بيع الغواصات الفرنسية لأستراليا. ومن قبلها الرئيس ترامب نفسه لما كان موجود في رئاسة أو في البيت الأبيض لغى تقريبا قوة الناتو أو أضعفها. تاني حاجة أن حضرتك في دول كانت محايدة تماما تاريخيا ومعروفة اللي هي فنلندا والسويد بدأت دلوقتي تفكر أن هي تلتحق بالناتو. ثالث حاجة، الشريك الأساسي الاقتصادي من الغرب مع روسيا كان ألمانيا. ألمانيا ذهبت بعيدا عن روسيا في المرحلة الحالية.